النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه. الله أعلم. سؤالنا يقول: من هي المرأة التي كفنها النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه؟ بقميصه عائشة رضي الله عنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى قبل عائشة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، اهلا وسهلا بكم في مدينتكم، مدينة أبوها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل قبرها وكفنها بردائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. إجابتكم أكيد صحيحة ما شاء الله، وهنيئا لكم الفوز معنا بهدية برنامج مصحفي، هذا المصحف الشريف من إهداء قناة القرآن الكريم، وهذا الهاتف المحمولة من إهداء مؤسسة جيون إلكترونيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وجعل هذا الجهود إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكر الله سعي القائمين على قناة القرآن الكريم، وجزاهم الله كل خير وبارك فيكم وفيهم إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. ولله الحمد. سؤالنا يقول: من هي المرأة التي كفنها النبي عليه الصلاة والسلام بقميصه؟ فاطمة بنت أسد القرشية. فاطمة بنت أسادة القرشية، زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. جوابكم صحيح. قدموا لك هدايا البرنامج، هذا المصحف الشريف برواية ورش عن نافع. وفيك يبارك الرحمن. وهذا جهاز استقبال رقمي من مؤسسة جيون إلكترونيك. تفضل. بارك فيكم جميعا إن شاء الله. قول الله يتقبل الصيام والقيام أن يجعل من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وربي يفتح الأمة الإسلامية أجمعين. يا رب العالمين. ومغاربها. آمين. بارك الله فيكم. معنا السيد عبد الغفار عبد الحفيظ، شاعر متحصل على عدة جوائز وطنية. نتعرف عليك سيد. ومشاركات خارج الوطن أيضا. يبارك. راح يتفضل يقدمنا قصيدة شعرية حول شهر رمضان المبارك. على بركة الله. قولوا يا مرحى رمضان شهر عنا هل شهر التوبة فيه يغفر مولانا، ويغفر للي تاب وعلى الذنب رحل، واستقبل رمضان طهر وديانا. يا سعد اللي وفقه ربي وعمل، صام نهار وقام ليل وتفانا، ونال الخير كثير على الجنة عول، في الفردوس يكون له ثم مكانا. في ذا الشهر اللي القرآن تنزل، على الرسول اللي بنوره ضوانا، وشهر الأمة فيه بالخير تجمل، وهكذا ربي في كتابه وصانا. ليلة فيه ذات صادفة تحفل، ألف شهر لها المعبود أعطانا، ويا عاصي مولاه بالتوبة عجل، راه العمر قصير نفسك فتانا، ورحمة ربي واسعة لا تتمهل، ويغفر لك ما فات رحمة وحنانا. صوم وصلي زيد الكلام ورتل، واعمل فيه الخير على الشر تفانا، ويوم العيد تكون على الخير محصل، وملائمك الرحمن قربك فرحانا. هو يرجع كل عام الدهر اكمل، وانت ترحل سكنتك في الجبانة. عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها، فقال عليه الصلاة والسلام: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني، وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه، وكفنها ببرد فوقه.
إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مصحفي الملتقى غدا بحول الله تعالى في التوقيت نفسه. نتمنى لكم متابعة طيبة مفيدة رفقة برامج قناة القرآن الكريم. طبعا تحياتي وتحيات كل الفريق الذي خدمكم، مشكور على كل المجهودات المبذولة في سبيل تقديم النفع والفائدة لمشاهدينا الأكارم. دمتم في رعاية.